اتفق مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الامريكي خلال اجتماعه الاخير على رفع توقعاته لاسعار الفائده مستقبلا، مؤكدا ان رفع الاسعار لن يبدا قبل عام 2015. واشارت جانيت يالين رئيسه المجلس الاحتياطي الى ان اول رفع لتلك الاسعار سيكون بعد فتره طويله. اريد التاكيد على انه ليس هناك تفسير فني لما يعنيه تعبير فتره طويله، وكما قلت مرارا فان القرارات التي تصدرها اللجنه بشان الوقت المناسب للبدء في رفع اسعار الفائده المستهدفه ستكون معتمده على المعلومات. Will be data dependent. وخفض المركزي الأمريكي توقعاته للنمو الاقتصادي قائلا إن سوق العمل يواجه قدرا كبيرا من الفتور رغم التحسن الذي طرأ على ظروفه. وأكد البنك أن أسعار الفائدة ستظل قرب الصفر لفترة طويلة عندما ينهي العمل ببرنامج تحفيز من خلال شراء السندات الشهر المقبل، لكنه رفع متوسط تقديراته لفائدة الأموال الاتحادية خلال العامين المقبلين. وادت هذه التوقعات إلى ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوياته أمام الين الياباني منذ 6 سنوات، إلى جانب ارتفاع عائدات سندات الخزانة. ورفع البنك متوسط تقديراته لفائدة الأموال الاتحادية في نهاية العام المقبل إلى 1.375% مقارنة مع 1.125% في يونيو، في حين رفع توقعاته لنهاية عام 2016 إلى 2.875% من 2.5%. خالد حسين، Rogers.